مساء الخير على كل مشاهدي في الجول، اهلا بكم في لايف جديد من لايف في الجول اليومي اللي بنتكلم فيه عن اخر الاحداث الرياضيه واخر المباريات اللي حصلت النهارده. انا معاكم رامي جمال ومعايا اسلام احمد. ازيك اسلام؟ ازيك رامي؟ النهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك وجينيراسيون فوت، الماتش اللي اخيرا اتلعب بعد شد وجذب وخناقات كتير وخطابات في الكاف وبيانات، والزمالك قدر انه يفوز 1-0 بهدف عكسي ويتاهل لدور المجموعات. الزمالك هيلعب في المجموعه الاولى عشان نفكركم طبعا مع مازيمبي الكونغولي او الاغسطس الانجولي وزيسكو يونايتد الزامبي. هنتكلم عن الماتش، قولوا لنا رايكم في الكومنتات، قولوا رايكم عن ميتشو مدرب الزمالك، مين كان النهارده نجم الماتش في الزمالك، ونتكلم كمان ايه مشكله الزمالك دلوقتي، ايه المشكله اللي مخليه الزمالك يلعب ويظهر بشكل غير جيد حتى الان. اسلام، شفت الماتش ازاي؟ بص، هو اولا الزمالك اكتر حاجه هيستفيد منها هي التوقف الدولي في الفتره الجايه، ده مفيش في اي شك. اي حد اتفرج على الماتش هو مستاء من اداء نادي الزمالك. اللعيبه في تباعد في الخطوط، مفيش تنظيم، مفيش شكل، مفيش تمريرتين او جمله تكتيكيه اتلعبت ورا بعضها بشكل صح. كل دوت بياكد ان لازم الزمالك يستغل الفتره اللي جايه مع ميتشو في انه يحضر من اول نهايه شهر نوفمبر اللي جاي مع عوده الدوري ومع البطوله، بدايه دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا، في انه يحضر نفسه للفتره دي. انت قدامك دلوقتي شهر تقريبا واسبوع، قول شهر عندك تقدر تعمل معسكر تلم فيه اللعيبه، هتستعيد اللاعبين المصابين زي محمد عبد الغني، زي شيكابالا، اكتر من اسم كان غايب، هتدخل اللعيبه اللي كانت خارج التشكيل وخايف الزمالك مشوا في الفتره اللي فاتت. كل ده انت بتتكلم على ان الزمالك ديت اهم فتره ليه في تحضيره للموسم. خلاص احنا الاربع جولات اللي اتلعبوا في الدوري الفتره اللي فاتت ودوري والادوار التمهيديه من دوري ابطال افريقيا، كل ده خلاص، ده كانت مرحله وانتهت. احنا في الفتره اللي جايه الهدف الاول للزمالك ان هو يحاول يقف على رجليه عشان يبدا وقت المنافسه الحقيقيه يكون موجود وسط الكبار. طيب خليني الاول اقول حاجه، يعني انا النهارده متفق فيها مع كابتن حازم امام نجم الزمالك طبعا الكبير في تحليله في الماتش بعد ماتش على قناه اون سبورت، كان بيتكلم ان خطوط الزمالك بعيده جدا عن بعض. فرجاني بالنسبه لي مثلا واحد المفروض من نجوم السيزون اللي فات في الزمالك من بعد كاس الامم هو مرجعش، انا مش فاهم هل ده مثلا ده بسبب ميتش ولا هو مثلا مرهق مصاب؟ ليه مثلا اشرف بن شرقي بيلعب؟ اشرف بن شرقي هو بالنسبه لي علامه مضيئه في الزمالك، زيزو هو العلامه المضيئه الوحيده في الزمالك مع ميتشو بالنسبه لي، فكره انه بيخش للعمق ويزيد، لكن غير كده مفيش. هو مصطفى محمد بمجهوداته الفرديه وبيعرف يقطع القريبه، موهوب يعني، هو موهوب الحقيقه. غير كده ليه الزمالك بعيد عن بعضه؟ ليه ما تحسش ان في حاجه بتتنفذ او كانهم كانوا بيتدربوا عليها في التدريب؟ بص، انت ممكن تقول ان يعني مفتاح فرجاني ساسي كان مع جروس. جروس الفتره في الموسم اللي فات كان عارف يوظف ساسي بالشكل اللي هو عايزه مع الزمالك، عشان كده كان بيطلع دايما افضل ما عنده. لكن في الوقت الحالي ساسي من بعد الاصابه اللي اتصابها في دوري ابطال في الكونفدراليه السنه اللي فاتت، حتى مع منتخب تونس ما كانش بالمستوى اللي احنا كنا منتظرينه، حتى مع الزمالك مع في الوقت الحالي ولو مع حتى فوزهم بكاس مصر، ساسي مش هو نفس الشخص اللي كان بيلعب الموسم اللي فات. هل مثلا دي ضغوط عليه؟ هل هو مثلا بيفكر ان هو يمشي؟ هل ان هو عنده مشاكل فنيه في الملعب؟ كل دوت مش مفهوم لي. اتمنى طبعا ان هو ساسي يرجع تاني يبدع زي ما كان، زي ما كنا متعودين منه السنه اللي فاتت، خصوصا ان هو واحد من اهم اللعيبه الموجوده في الدوري المصري في الوقت الحالي. يعني احنا بنتكلم ان السنه اللي فاتت كان من العلامات المضيئه في الدوري هم الثلاثي التونسي، النقاز او فرجاني ساسي او علي معلول في الاهلي. فانت بتتكلم ان انت دلوقتي مثلا النقاز برضو حتى هو كمان بيعاني برضو من نفس الفكره، مستواه متراجع بعض الشيء، مش هو النقاز اللي كان موجود السنه اللي فاتت مع الزمالك. كل ده علامات استفهام. هو بقى المفروض ان التوقف الدولي اللي جاي ميتشو بقى يبدا يعرف مثلا، خلاص انت خدت بقالك شهرين مع الفريق فعرفت كل طب هو ليه، معلش انا هقطعك، ليه ميتشو بدا فتره اعداد مع الزمالك وما ظهرش بشكل كويس؟ يعني هو جيب فتره اعداد وعارف اللعيبه وعارف كل حاجه وخلاص كان عنده وقت كافي انه يبدا، بدا بشكل كويس في كاس مصر وفجاه مع بدايه الدوري فاهم انخفاض تام، ومن ساعه ماتش جيني راسيون الاولاني هناك الزمالك ما رجعش تقريبا من السنغال. انت عندك حق في الحته ديت. انت لما تيجي تتفرج على ميتشو في الفتره الاولانيه مع الزمالك، الصفقات الجديده مع ميتشو مع كاس مصر اللي هي بطوله مفضله للزمالك في السنين الاخيره، فكل ده كانت عوامل بتساعد ان الزمالك لازم يكسب لقب كاس مصر. لكن مع خساره السوبر قدام الاهلي، مع الخساره من جينيراسيون، عارف انت خساره والخساره بيبدا تحسسك بقلق وبخوف ان في مشكله. هو ده اللي خلى الزمالك في الدوري يتراجع. كان بيكسب 1-0 مثلا ماتش المقصه، كسب 1-0 الاتحاد، اتعادل مع نادي مصر،
الاداء مش مقنع قوي. وخلي بالك بيزيد عليهم كمان ان الشوط الثاني الزمالك دايما بيدافع. النهارده الزمالك كان محتاج جول تاني ياكد الفوز، فجاه الزمالك بيتراجع للدفاع، وكل التبديلات اللي حصلت كلها صد عضلي. ده سؤال كبير، فين مدرب الاحمال هنا اللي لسه واصل جديد بناء على طلب من ميتشو يعني، وانه جه ويبقى موجود؟ مفيش، اللعيبه كلها شد عضلي، كلها مصطفى محمد حتى شد عضلي يعني. بص انت لو هتحسبها فهو انت في تراكم مواسم، يعني انت من الموسم اللي فات لاحم في الموسم الحالي في وسطهم امم افريقيا، اللعيبه ما لحقتش تاخد نفسها بمعنى اصح. كل ده عامل مشاكل للعيبه الزمالك حتى او لاي لعيبه تانية في الدوري، سواء في الاهلي برضو يمكن، بس عشان الاهلي بقى له فتره طويله ما بيلعبش، هو ما لعبش غير الاربع ماتشات في الدوري او في ثلاث ماتشات في الدوري او حتى قبلها في دوري ابطال افريقيا. لكن الفكر التراحم المواسم كل ده بيأثر على اللعيبه بشكل كبير على المستوى البدني، فمش اي لاعب هيسلم منه. طبعا الفتره اللي هي انا زي ما قلت لك التوقف الدولي ده اللي او الفتره بتاعه الشهر والاسبوع اللي جايه، هي دي افضل فرصه لاي فريق في الدوري المصري ان هو يجهز نفسه. والزمالك مثالي، هو اكتر فريق هيبقى اكتر محتاجها. فانت بتتكلم ان هو هيبقى بينافس في بطوله افريقيه وفي الدوري المصري وفي كاس مصر بعد كده، فكل ده تفكير ليه ان هو لا لازم استعد عشان اول ما هتيجي شهر 11 مفيش بقى الوقت ان انا افكر في تاجيل مباريات. لا انت هيبقى عندك ضغط مباريات لغايه على الاقل شهر واحد لغايه نهايه الدور الاول ولغايه على الاقل نهايه دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. طيب خلينا نقرا كومنتات الناس بقى الاول. في احمد يونس بيقول النجم ميتشو طبعا، تمام ماشي شكلك بتتريق. محمد حسن بيقول ميتشو لازم يرحل، انت متفق مع الراي ده ولا لسه بدري؟ لا لسه بدري يعني، انت ميتشو على لما تيجي تبص مثلا على نتائجه خسر مباراتين فقط، مباراه جنرال سونفوت ومباراه الاهلي الصوبه، لكن انت في الوقت الحالي على الاقل الراجل بيكسب باقل نتيجه اللي هي 1-0 ومش مش باداء مقنع، بس على الاقل لو اديته فرصته وكمل مش هتخسر حاجه يعني. ممكن في ناس تقول انه نستغل فتره التوقف اننا نجيب مدرب ويبدا من الاول وجديد عشان يستغل مثلا الشهر ده، في ناس تقول مثلا من دلوقتي، لكن انا مش شايف ان الزمالك عنده مشاكل فنيه صارخه يعني. لا هو عنده مشاكل فنيه وبدنيه سهل ان هي تتحل، واللعيبه اللي موجوده عند الزمالك مش لعيبه قليله يعني، هي لعيبه تقدر مع اي مدرب ان هي تقدم احسن ما عندها وتنجح. هي دي اهم حاجه من لعيبه الزمالك في الفتره اللي جايه، ان هي تساعد ميتشو على انه يظهر بنفس الاداء اللي كان موجود بيه في مباراه الكاس. تمام. محمد صلاح بيقول عواد والونش. ياسين صلاح بيقول عواد، في اتفاق كبير يا اسلام على عواد. عواد كان كويس جدا النهارده، عواد النهارده كان كويس جدا، وهو تقريبا شال الزمالك فرصتين من جنراسيون في اول الماتش تحديدا، اول الماتش يمكن كانوا ممكن يخلوا المهمه صعبه قوي على الزمالك. يمكن عواد كمان طبيب الزمالك قبل ما نبدا اللايف كان قال ان عواد ركبوا له زي رقبه علشان كان تعرض لاصابه بمزق في بعض عضلات الرقبه، وفي نفس الوقت وقت خروجه ما كانش وعيه بنسبه 100%، عشان كده ادوا الفرصه لمحمد صبحي ان هو يكون موجود في المباراه اليوم، خصوصا كمان محمد صبحي هي فرصه على الاقل للظهور في الاضواء شويه والمشاركه قبل مباريات المنتخب المصري في كاس افريقيا المؤهله للاولمبياد طوكيو 2020. محمد رشدي الديب بيقول عندي احساس ان ميتشو هينجح بس محتاج وقت، ده بيتفق معاك. في بعد كده فين وسام الليسي بيقول انا شايف ان مستوى اللاعبين البدني كان منخفض وكان لعيبه جينيراسيون اعلى منهم. اسامه الطويصه بيقول انتوا ما تردوش ليه على سؤالاتي، انا مش قد المقام. لا يا عم قد المقام وعلى راسنا والله، بس فين سؤالك؟ انا مش شايف سؤال، فقول لي سؤالك وهنرد عليك على طول. زياد ممدوح بيقول اداء مش مشرف من الزمالك. محمود عاشور بيقول الزمالك وقع بعد جروس ورحيل كهربا. طب خليني اسالك يعني، شكرا يا محمود برضه على السؤال ده، يعني جروس في اتفاق كبير طبعا انه كان ماشي كويس كده، ممكن رحيل كهربا يكون مؤثر على الزمالك بالشكل ده؟ لان خاصه الزمالك عوض رحيل كهربا بلعيبه كتير يعني، في بن شرقي، في اوناجم، في رجوع مصطفى محمد، ففي توليفه كبيره في كل المراكز رجعت. كهربا لوحده يكون مؤثر؟ بص هو مش كهربا لوحده يكون مؤثر، بس كان كهربا ظاهر السنه اللي فاتت بشكل بارز قوي مع جروس. مع رحيل كهربا ومع رحيل جروس فاكيد لسه كمان، خلي بالك انت بتتكلم على اوناجم وعلى بن شرقي ما لعبوش كل واحد فيهم اكتر من 5 أو 6 مباريات مع الزمالك، كل ده هم لسه في مرحله الانسجام مع بدايه الموسم ولسه ما دخلوش في الحاله الفنيه ولسه ما انسجموش مع بقيه زمايلهم في الفريق علشان يظهروا بالشكل المطلوب. كمان خلي بالك ان ميتشو دايما بيعتمد على نظام المدوره، يعني على عكس جروس كان السنه اللي فاتت هم تقريبا 14 او 15 لاعب بيعتمد عليهم بشكل ثابت كل اسبوع، لكن انت دلوقتي لا، احنا بنشوف النهارده بن شرقي مره بيلعب، بنشوف مره زيزو بيلعب، لكن احنا مثلا لو بنتكلم على ان كهربا متالق، لا طب المره دي عندك في الفتره الاخرانيه زيزو ظاهر بشكل كويس جدا، اوباما بدا يستعيد بعض من تالقه اللي كان موجود فيه السنه اللي فاتت وان كان مستواه اقل في الفتره الاخيره، لكن بدا تحس ان هو بدا يرجع مره تانية.
فانت بتتكلم لا ان مش لازم ان يبقى جروس او كهربا هم عشان مشوا يبقى الزمالك هيقع، لا الفريق الفرق الكبيره ما بتعتمدش على شخص واحد، ما بتقعش على حد او ما بتعتمدش على واحد بس. ميزو ناصر الغيطاني بيقول الزمالك وحش جدا وميتشو غير مقنع. علاء عبد المنعم بيقول الزمالك ضعيف انا زعلان. متولي عوض بيقول الف مليون مبروك للزمالك. مصطفى سلامه بيقول مفيش اداء ومفيش خطه ومفيش تدريب، اللعبه دي ما بتتدربش. اسامه الطويسه هو سال بيقول سؤالي الزمالك بالاداء ده يقدر يعدي دور المجموعات؟ ويا ريت تقول لي من غير مجامله، انت ايه رايك ايه؟ مازيمبي تحديدا، بص يعني انت شايف مازيمبي زيسكو او اغسطس؟ المجموعه صعبه شويه على مش على الزمالك، يعني هو الزمالك هو اللي ممكن يصعبها على نفسه. تمام. انت اهم شيء ان انت في 9 نقط في ارضك لازم تكسبه، تمام، وعلى الاقل 3 نقط بقى تكسبهم من بره ارضك. يعني صعب ان احنا مثلا نقول ان مازيمبي بيخسر على ارضه، فريق بقى له اكتر من يعني تقريبا اكتر من 60 مباراه على انا ارضه ما في افتكرش، كله هو ما الاسماعيلي خسرش. تقريبا الفريق اللي كسبه من السنه اللي فاتت او اللي قبلها. بس يعني من زمان قوي مازيمبي ما خسرش على ارضه. بالظبط. احنا بنتكلم على برضه او زيسكو زيسكو واول اغسطس في السنتين الاخيرتين، الفرقتين بقوا من الفرق اللي دايما بنشوفها في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، سواء كان في قبل كده في دور الثمانيه او في دور ال16، وفرق بتعرف توصل لابعد مرحله. بيوصلوا ربع النهائي كمان. فعلى الاقل لا الزمالك محتاج ان هو يكسب ال3 مباريات اللي هنا في القاهره، وعلى الاقل يفوز في مباراه او يتعادل في مباراه او 2 بره، كل ده يأهله ان هو يوصل لابعد مكان في دوري ابطال افريقيا. هي بديت اللي تكمن في ميتشو، هل هو عنده القدره على انه يقدر يقود الزمالك ان هو يكسب بره ارضه او على الاقل يحقق نتائج ايجابيه؟ النتائج الايجابيه بره ارضك هي اللي هتساهم في تاهلك لدور الثمانيه من انا دوري دايما الابطال. بشوف انه يعني موضوع الكلام على ماتشات على ارضك ده كلام مفروغ منه، انت لازم تاخد 9 نقط طبعا. بره فعلا هي بتحدد كل شيء، يعني بيبقى فيه دايما ماتش كده في البدايه او ماتشين، خاصه لو هتلعب ماتشين في البدايه بره لازم تاخد منهم على الاقل من 4 ل6 نقط، ما ينفعش اضيع 3 نقط في ماتشين، مظبوط، لانه عشان تضمن يعني من بدايه من 10 نقط انت خلاص عديت. في رايي الزمالك لازم يعدي مازيمبي، يعني ماتش زيسكو اول اغسطس لازم اعديهم هناك باي شكل، وساعتها ممكن نشوف مع مازيمبي الزمالك هيعمل ايه. يعني الملعب مازيمبي صعب اصلا، حتى يعني اي فريق في افريقيا بيروح هو عارف من سواء من الجماهير تقسيم شكل الملعب حتى صعب قوي على اي فريق بيلعبه. ممكن الاهلي والزمالك سافروا اكتر من مره وكانوا برضو كانوا بيروحوا بيخسروا يعني مش بنتائج كبيره 1-0 او 2-0 بس على بيعانوا بيعانوا يعني. لكن مازيمبي بره ارضه مش نفس الفريق القوي والمخيف زي ما بيبقى موجود في ارضه في كون. مودي اشرف بيقول برضه بيتفق برضه مع الكومنتات ومعاك، الحاله البدنيه وحشه جدا لازم نرفع الحمل البدني. احمد ابو مالك بيقول بن شرقي واوباما بيلعبوا بطريقه واحده، تتفق معاه؟ لا بقول واحد ليه مركزه، بس انت هي الفكره ان هو كل واحد فيهم محتاج ان انت توظيفه في الملعب يبقى عامل ازاي. هي دي بقى بتاعت ميتشو، بن شرقي مثلا النهارده بيلعب جناح ولا بيلعب رقم 10؟ نفس الكلام اوباما، هل مثلا بيتبادلوا المراكز مع بعض؟ فنقدر نشوف ان كل واحد بيلعب بطريقه مثلا مختلفه. هما الاثنين ممكن نقول ان اسلوبهم متشابه شويه، لكن اكيد كل واحد عنده الخصائص اللي تختلف عن التاني، واللي تقدر تشوف ان مثلا ممكن يصنع فارق في واحد في لحظه من اللحظات. النهارده بن شرقي ضغط على لاعب في نص الملعب وعمل تمريره لاوباما، هو اللي طلع منها العرضيه اللي جه منها هدف المباراه الوحيد. فده ما اعتقدش ان هما لا لما يتعاونوا مع بعض في الملعب اكيد ده بقى شيء افضل طبعا للزمالك. انت شايف، طيب خليني بقى نجمل عشان نبتدي نخلص النقاش، احنا اتفقنا في اغلب النقط، يعني انت شايف ايه النقط الاساسيه اللي لازم الزمالك مضيئه يركز عليها عشان يقويها اكتر، والباقي يخش في نفس النقط المضيئه دي بعد التوقف الدولي؟ يعني بص، اولا هو عمليه المدوره اللي في الزمالك هي بتتم، يعني ممكن ما نقولش انها بتتم بشكل كويس قوي في الفتره الحاليه، بس مع عوده المصابين مع عوده المباريات وتتواليها كل ده هيساعد الزمالك في الفتره الجايه. مع ضغط المباريات هيساعد الزمالك، ده اول حاجه. فنظام المدوره ده هيكون مهم، يعني عكس السنه اللي فاتت كانت الزملكاويه ولعيبه الزمالك ذات نفسها بتشتكي من ان جروس معتمد على اشخاص معينه في الفريق. رقم 2، استفاده اكبر كم ممكن من التوقف الدولي الحالي، ده اهم شيء، سواء من مباريات وديه سواء من فهم الافكار المدير الفني. وميتشو ما قداموش اكتر من يعني تقريبا ما فيش مدرب بيجي قدامه فرصه زي دي شهر واسبوع، او تتكلم في تقريبا في 40 يوم فرصه ان انت تعرف لعيبتك كل الافكار الفنيه اللي انت عايز تطبقها، جمل تكتيكيه علشان تظهر بافضل شكل ممكن. انت فرصه مثاليه جدا للزمالك ولاي فريق تاني في الدوري المصري، بس الاهم من الزمالك ان هو يقدر يستفيد من المده دي، والا على الاقل لو لا قدر الله الزمالك ما استفادش وحاول ان هو مثلا مع في وقت من الاوقات مع لا قدر الله في خساره او 2
مع ضغط المباريات هيبقى قدامك حل ان انت تقيل المدير الفني، وده هيكون اصعب وقت ان انت هتعمل فيه بالظبط، المشكله دي. لان هيبقى في توالي مباريات زي ما انت قلت لحد شهر يناير كتير جدا، ضغط مباريات دوري بتتكلم، وكاس مصر دوري ودوري كاس ابطال مصر ودوري افريقيا. ابطال افريقيا بتتكلم على الاقل فيه اكتر من 20 او 25 مباراه الزمالك مطلوب منه ان هو يلعبها في الفتره دي، واحنا مش زي لعيبه اوروبا ان احنا بنقدر نستحمل المباراه كل 3 ايام، لا ما عندناش احنا اللعيبه بنشتكي بنشتكي ده دايما، والفعل ان اللعيبه بدنيا بتبقى واقعه، احنا دلوقتي اللعيب بيلعب اربع وخمس ما بين كل مباراه اربع وخمس ايام وبرضه بيبقى عنده مشكله بدنيه، فما بالك لما بيبقى مباراه كل 48 ساعه كل 72 ساعه. بس اعتقد كده يعني جبنا لمينا كل حاجه عن الزمالك، عن مشاكله، عن ازاي يتحسن، ميتشو يكمل ولا انت قلت يكمل، انا في رايي انه يكمل عادي يعني، عنده فتره توقف وفرصه بدل ما اخش دايره مغلقه تاني ادور واجيب المدرب ويبدا من اول دي، ممكن ما يعجبوش اللعيبه اللي موجوده، فخلاص الراجل عرف لعيبته وقايمته ودي اللي هيكمل بيها الموسم يعني. انت عندك تعليق تاني ولا خلاص؟ لا ما اعتقدش يعني، طبعا مبروك للزمالك والف سلامه للعيبه الاسبوع، محمد عواد وان شاء الله باذن الله يرجعوا بالسلامه، خصوصا محمد عواد ومصطفى محمد وبرده حمدي النقاز اللي خرج ما بين الشوطين من اهم العناصر للمنتخب المصري الاول او حتى المنتخب الاولمبي، ومبروك للزمالك وان شاء الله يقدموا باداء مشرف في دوري ابطال افريقيا بدور المجموعات الفتره اللي جايه. يعني شكرا ليكم، ونتمنى نكون اتكلمنا معاكم عن كل حاجه عن ماتش الزمالك النهارده، واستنونا في لايف جديد من لايف في الجول. شكرا.